وصبرنا وصبرنا وحققنا املنا بحنا ضربنا الليله قدام الخالد من العالم امام العالم غير على حقوقنا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اتوقعت علينا من الشريكه وصبرنا لها ونقصت اخوتنا وصبرنا لها وعترت فيها الامور اللي ما حد يقدر يصبرها. واليوم كردنا معها اجراء قانوني واضح. اياك العود واضح لكل حد واياك العود مالي كل حد مارق اخلاق وتاس يازد. كل حد منا اليوم مارق اخلاق وتاس يازد ولا معقول عليه تلف. احنا اليوم لا يلوم ونعتوا كرامة الموريتانيين ونعتوا قيمة الموريتانيين. اليوم لا نقول الرواية واضحة تعود للرأي العام وتعود للناس كاملة. احنا واقفين وقفة شريفة مشرفة لنا وحنا ما لنا معدلين شي خاسر ولا لنا سارقين ولا لنا راضعين. احنا انظلمنا هون وفي وطننا وسكتنا وصبرنا واليوم الصبر وفوق وفوق وفوق. اللي ماشي فيه نعرف عنه حقنا ولا يحسن حد منكم ولا لنا جابرين حد نجاوز لنا القانون. نسينا راهي وقفت. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. وقفت وعدير وقفت والمين وقفت. الله اكبر. والراي العام الى بقاو يدفعوا شر الراي العام. الراي العام الموريتاني تم موعدتهم عليه الين بان هو ذهبهم. هذا نعتلهم مولانا نعتلهم مولانا في القضيه ذي عنا لم نظلم كامل. سمينا صابرين عليه سمينا صابرين عليه الين بان لهم الذهب قاعد يشبر مكركب. الله اكبر. قاعد يشبر مكركب. اليوم لا يحسمكم شيء. احنا ما فينا واحد اليوم ما عنده 400 ولا 5 داير هذا زرو ويقعد يقبل شي هذا ويطلع قايس الجواز ولا حاسمنا شيء. وعرفوا عنا كنا فقراء سابق الارض وما زلنا فقراء ما فقرات لنا تاسيس. عجيب. قرات لنا الا عنها قبضت اخوتنا ونقصتهم القايله من النهار وزرقتهم في الشارع. اليوم وقفوا مع روسكم ولا يمشي حد من هون من الساحه. واللي ماشي في الراحه يعرف عن الراحه ما هي خارقه. الراحه على ظهورها. الله اكبر. ان شاء الله لا يقسموا ادوارنا ان شاء الله وكلها